في مفارقة وربطا بما انتهى إليه الدكتور مراد العقوبي، قومي تركيا قبل 2016 قبل الانقلاب كانوا في صراع مع أردوغان. في الانقلاب كانت لحظة فارقة أن القوميين، الحزب القومي مهبة هذا التركي اللي هو كان في صراع مع أردوغان، الانقلاب لحظة ذلك كانت فارقة أصبح حليفة لأردوغان، واليوم هو شريك مع حزب العدالة والتنمية، سموه تحالف الجمهور في مقابل تحالف الأمة اللي يقودوا كل جدار. في تحالف الجمهور الحزب القومي رفضوا الدبابة عكس قوميين في الدول العربية. اي، ونزيد حاجة أخرى يا حسين، في نعم عندهم القناة الوطنية اللي فيها أكثر من لغة، العربية والإنجليزية وكذا، اللي هي TRT. لما تتناول موضوع الانتخابات أو موضوع الأحزاب السياسية، نعم، بالتناصف بالضبط ما بين أردوغان ومخالفيه ومعارضيه، يعطيهم الكلمة، يتحدثوا عليهم، يحضروا في اجتماعاتهم. لو كان تشوف القناة بتاعنا اللي كانت تسمع سبعة ولا تسمع تو الوطنية، وهي لا وطنية في الحقيقة، ما تتحدث وتلهج إلا بذكر قيس سعيد، وتجيب في الفلاتوات هكا جماعة، كل واحد اسمه رايد جراد ولا رياض ولا شنو، وهذيك وفاة شادي اللي مسمينها وفاة ساطور نتاع 100,000 طن، 100,000 طن من الديامونت والأنفاق المحفورة حتى من معارضو سعيد ممنوعين من القناة الوطنية. نعم، ممنوعين تماما ما يدخل حد، هم ساعات في زرفوهم شوية في القنوات الأخرى اللي تحب على أوديومتري، تحب الناس يشوفوها، فنجيب مرة ذاك الحكيمي ومرة الآخر وذاك المكي، هشام المكي، باهي باهي زينه. أما القناة الوطنية يستحيل، يستحيل، ما فيها إلا واحد اسمه سي خليفة الشيباني، مع الأسف هو كان ضابط في الحرس، مع في عهد اللي انتدبوا فيه إبراهيم، في عهد إبراهيم اللي انتدبوا فيه الحرس اللي عمل العملية الإرهابية هذه، اللي حبوا يمسحوا السكينة تاع سي اسمه ذاك عويني ولا عوينة ولا شكونه، حب يمسح السكينة في الشيخ الغنوشي، وقال هو اللي أعطى إذن مباشرة من المرنادية. مثلا يقول لنا كيفاش خرج الاذن من المرنديه ومشى الى عون الحرس هذا المنحرف. والله اشياء غريبه تسمعها في الوطنيه، لكن الا في الوطنيه. اردوغان يا دكتور 49 52، علاش فشل اردوغان باش يزيد نصف؟ لو رتح الدوله التركيه من انتخابات ثانيه معناتها اسوه بزملائه العرب، ليش يخلي في روحه تعب؟ يروح تعب، يستحيل رجل، رجل صادق وأمين ومؤمن، يقول لك أنا إذا نوصل، هو قال فمه، قال إذا نوصل بالانتخابات والشعب ينتخبني نكمل الإصلاحات متاعي، وإذا ما انتخبنيش بغاية الاحترام نسلم السلطة للي انتخبوا الشعب التركي. أنا نعتقد تو الانتخابات التشريعية جات في صالحه لا شك فيه، وهي مهمة جدا، وحتى الصحافة الفرنسوية نقرأ فيها والألمانية والبلجيكية وكذا اللي كانوا يسبوا فيه، ويا دكتاتور ويا خليفة ومشات علية الخلافة، وما يقلدها في نشرة الأخبار التونسية نهار 14، تتصورش نهار 14 ماي نهار الانتخابات، نعم، جايبين المذيعة اسمها نظن حنان، قالت اليوم انتخابات في تركيا سوف تنهي عهد أردوغان. مدين ليك يا بنتي، مدين ليك، وانت قارية صحافة وخريج صحافة انت والمذيعة هذه، كيفاش؟ وثم هي علاش ما ترجعش لرئيس تحريرها تقول له عيد؟ كيفاش نعلنوا ان الراجل طاح وما زلنا ما عندناش نتائج الانتخابات؟ لا، غسيل عقول التوانسه، لانه خايفين منه، خايفين من اردوغان. مش مدخل هذا في هذا؟ توصل لك خليفه الشيباني في القناه الوطنيه مع انصاف اليحيوي، قال يلزم الاستقلال، ناخذ استقلالنا في تونس من اسمع من شكون الاستقلال؟ مش من المستعمر ولا من اللي حاطط ايده على ثورتنا، لا، قال استقلالنا من قطر ومن تركيا. وقت اللي شدوا الشيخ الغنوشي فما بعض قالوا كيفاش ولدي ليلة 27 رمضان والراجل مازال ما شقش الفطر؟ اش يقول سي شيباني؟ قال اخطانا بالاخلاق قويه، هكا سماها هو. نعم. الاخلاق قويه هذه، قال هزنا الحبل، ليش بيه هو على راسه ريشه؟
حزب الحبس ولو يعطيوه غادي طرف شربه في البرناديه. عجب عجب، انا والله هؤلاء الايام بيننا اربأ بهم ان يقفوا غدا امام قضاتهم الحقيقيين المستقلين ونسمع منهم مش باش يقولوا نهارتها. انا نعتقد اولادهم استعاروا بتصريحاتهم توا، لان مهما كان عندهم ذريه وذريه ربما تربيت في اجواء اخرى بتاع ديمقراطيه وكذا، ويستحيل ان يرجع العصفور الى قفصه كما قال قيس سعيد بيدو وهو يكذب.